السلام عليكم أطفالي الصغار، مستوى التمهيد الثاني، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في حصة جديدة سنتعرف من خلالها على حرف جديد، ألا وهو حرف الخاء. أطفالي الصغار، انظروا جيدا إلى الصورة. ماذا ترون في هذه الصورة؟ حسنا، نرى طفلا. هذا الطفل اسمه خالد. وماذا يفعل خالد؟ يأكل خالد الخوخ. حسنا، سأقرأ عليكم الجملة. أكل خالد الخوخ. هيا رددوا معي. أكل خالد الخوخ. لاحظوا معي هنا الحرف المكتوب باللون الأحمر هو حرف الخاء. خالد، هنا الخاء في أول الكلمة خ. الخوخ، هنا الخاء في وسط الكلمة وهي خو، والخاء في آخر الكلمة وهي خ. هيا رددوا معي. أكل خالد الخوخ. هنا أطفالي الصغار، سنتعرف على مواضع حرف الخاء في الكلمات. انظروا إلى هذه البطاقة. ما هذا؟ إنه خس. هيا اقرأوا خس. وما هذه؟ إنها خيمة. خيمة. وهذا خبز. هيا نعيد، اقرأوا معي هذه الكلمات ثلاثة. خس، خيمة، خبز. هنا الخاء كما ترون في أول الكلمة. ننتقل إلى هذه البطاقة. ما هذه؟ إنها مخدة. وهذا دخان. دخان. وهذه نخلة. نخلة. هيا اقرأوا معي. مخدة، دخان، نخلة. هنا الخاء في وسط الكلمة. ما هذا؟ إنه صاروخ. صاروخ. وهذا بطيخ. بطيخ. وهذا كوخ. كوخ. هنا الخاء في آخر الكلمة. هيا اقرأوا معي. صاروخ. بطيخ. كوخ. هيا يا أطفالي الأعزاء، دعونا نقرأ حرف الخاء مع الحركات الإعرابية. أذكركم أولا بالحركات القصيرة وهي فتحة، ضمة، كسرة، سكون. لاحظوا معي هنا الخاء مع فوقها فتحة تقرأ خ. الخاء فوقها ضمة تقرأ خو. وهنا الخاء فوقها تحتها كسرة تقرأ خي. وهنا الخاء فوقه سكون. إذن كما سبق وأن قلنا، أي حرف عليه سكون لا يقرأ بمفرده ويقرأ مع الحرف الذي قبله. لذا أضفنا الألف بجانب الخاء فوق السكون وتقرأ أخ.
هي قرأوا معي. خ خ خو خو خي أخ. أما الحركات الطويلة وهي الألف الواو والياء، سأقرأ عليكم حرف الخاء بالحركات الطويلة. خا، هنا المد بالألف. خو، هنا المد بالواو. خي، هنا المد بالياء. وهنا سنقرأ حرف الخاء مع التنوين، وكما قلت لكم التنوين هو التنوين بالفتح، التنوين بالضم، والتنوين بالكسر. هيا اقرأوا معي. خن خن خين. رددوها مرة أخرى. وهنا أطفال الصغار سنقوم بتحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية، وكما تعودنا سنحلل هذه الكلمات إلى مقاطع صوتية. انظروا معي. خس. سوف أحلله إلى مقاطع صوتية. المقطع الصوتي الأول هو خ، حرف الخاء مع فوقه فتحة، خ. المقطع الصوتي الثاني هو سن. سن، هيا رددوا. سن. إذا أضفنا المقطع الصوتي الأول مع المقطع الصوتي الثاني يقرأ خسن. خسن. هيا حاولوا أن تقرأوها مرة أخرى. خسن. هنا لاحظوا معي جيدا. نخلة. سنقطعها إلى مقاطع صوتية. نخ نخ. هذا مقطع صوتي الأول، وكما سبق أن قلت لكم لماذا أضفنا النون مع الخاء واعتبرناه مقطع صوتي واحد؟ لأن الحرف الذي فوقه السكون لا يقرأ بمفرده، لذا أضفنا النون فوق فتحة مع الخاء فوق سكون. المقطع الصوتي الثاني هو لا لا. أما المقطع الصوتي الثالث وهو تن. إذن إذا أضفنا المقطع الصوتي الأول زائد المقطع الصوتي الثاني زائد المقطع الصوتي الثالث تقرأ الكلمة نخلة. هيا أعيدوا معي. نخلة. ننتقل إلى الكلمة الثالثة. صاروخ. هيا أطفالي الصغار، دائما عندما أريد أن أقرأ الحرف أنظر جيدا إلى الحركة التي فوقه أو تحته. انظروا هنا. ص. هنا هنا يوجد المد بالألف، إذن ص مقطع صوتي الأول. رو. هنا المد بالواو، هذا هو المقطع الصوتي الثاني. خن. هنا التنوين بالضم، هذا مقطع الصوت الثالث. إذن نحاول أن نقرأ الكلمة صاروخ. صاروخ. هيا قرأوها. أطفالي الأعزاء، سنحاول هنا أن نحلل هذه الكلمات إلى مقاطع صوتية. أكل.
خالد الخوخ. أكل. انظروا جيدا إلى الحركة التي فوق الألف فتحة أ، إذن تعتبر مقطع صوتي واحد. أما المقطع الصوتي الثاني وهو ك ك ك، هذا مقطع الصوتي الثاني. أما المقطع الصوتي الثالث وهو لا لا. هيا المقطع الصوتي الأول زائد المقطع الصوتي الثاني زائد المقطع الصوتي الثالث يعطينا كلمة أكل. هيا قرأوها أكل. ننتقل إلى كلمة خالد. هنا الخاء مع المد بالألف، إذن يعتبر مقطع صوتي رقم واحد خاء. أما المقطع الصوتي رقم اثنان لي لي. أما المقطع الصوتي رقم ثلاثة دن دن. هيا نقرأها مرة واحدة، خالد خالد. أما الكلمة الثالثة ال، هذا يعتبر مقطع صوتي واحد خو خو. هنا الخاء مع المد بالواو مقطع صوتي رقم اثنان خ خ، هذا هو المقطع الصوتي رقم ثلاثة. إذن تقرأ هكذا الخوخة الخوخة. هيا لنقرأ جميعا، أكل خالد الخوخة. هيا رددوا، أكل خالد الخوخة. هيا أطفالي الأعزاء في أمان الله وحفظه.